في مسلسل ولد الغلابة كان على عكس زلزال، الدور كان درامي شوية، ما كانش فيه كوميديا، ما كانش فيه اللي هو الحس الكوميدي، واحنا متعودين على الكوميديا. حضرتك بتختاري أدوارك بناء على إيه؟ يعني حضرتك بتختاري ال شو؟ أنا ما بعملش كوميدي طول الوقت، ده أنا عملت سوبر ميرو كوميدي بس كنت مرعوبة وأنا داخلاه، بس أكتر الشغل بيبقى زي ولد الغلابة كده ليه حاجات درامية، فطبعا أنا اللي بيشدني الدور، بيشدني إنه في الدور له وجود، له مكان، له يعني بيقول حاجة، فطبعا يعني أهمية الدور والدور مكتوب إزاي ومكتوب حلو ده بيخليكي تاخدي الدور يعني. والكواليس مع احمد السقا، مع النجم احمد السقا، قمر احمد السقا، انا كل الناس اللي اشتغلت معاهم الحقيقه كانوا كويسين. احمد السقا هايل، بيحب شغله، بيحب زمايله، استاذ محمد سامي هايل، مخرج هايل جدا جدا، وبيحس بالفنان، بيحب الممثل، ويعني عارفه عمل تحس انه له قائد فاهم هو عايز ايه. في ناس رد فعلها كان على ولد الغلابة كانت هجمة المسلسل ده، تحب تقولي ايه ليهم؟ يا جماعة المسلسلات والشغل كل واحد له ذوق، بيحب يتفرج على حاجة معينة، فممكن يبقى بيرضي المسلسل، بيبقى بيرضي ذوق الفلان ما يرضيش ذوق حد تاني، فانت بتختار يعني، انت عندك المسلسلات موجودة وانت بتختار ايه المسلسل اللي تحب تكمل فيه. وانا شايفه ان ولد الغلابه شد الناس كلها يعني، كان نسبه مشاهده عاليه جدا، ليك بقى نقد عليه او بتاع، لكن في الاساس هو شدك، والتمثيل شد الناس، التمثيل كمان من العوامل الهائله في المسلسل، والاخراج من العوامل الهائله، والكتابه، فطبعا ليه الـ العوامل اللي شدت الناس ليه. كون ان ليك انتقاد بقى، كل واحد بقى له النقد بتاعه، كل واحد له رايه، وكل واحد يحب يتفرج عليه وما يتفرجش على ايه، ممكن تبص تلاقيه انصرف لمسلسل تاني. يعني انت عندك تنويع، عندك كذا مسلسل بتنوعي، كل واحد عاوز حاجه بيقعد يتفرج عليها.